السلام عليكم مشاهدين اخواني اخواتي. في هذه الجوله غادي ناخذكم وسط المدينه بروكسل باش تشوفوا الاجواء اللي كانت قبل حلول السنه. اجواء ليليه فيها الاضواء وفيها احتفالات بمناسبه حلول السنه الجديده 2023. نتمنى لكم سنه سعيده وكل عام وانتم بخير باش تمنيتوا ان شاء الله. شكرا لتشجيعاتكم لي وتحياتي لكم كاملين، واللي دخلوا جداد مرحبا بكم ومرحبا بالجميع. ولو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش لايك والابوني، وشكرا لكم وجوله ممتعه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم هذه الجوله. كي كتبان لكم هنا لا غون بلاص كان فيها الناس متجمعين كيتصوروا كيتفرجوا. كاين لي كافي تما، كاين بلايص تاع لي يبيعوا لي فخيت لي بوفخ، وكاين محلات تاع الشيكولا لي معروفه بهم بروكسل هنا في هاد البلايص تاع ميت لا غون بلاص. كيكونوا بزاف هنا في هاد البلايص متجمعين، الناس كتفوت تشري لي توريست، وهذا معروف هاد البلاصه بالتوريست. ملي كيجيو هنا الناس هاد النهار التاني تاع 2022، الناس خرجت باش تحضر لي في دارتيفيس لي كيتقام كل سنه، ويشوفوا تصوروا مع الصابيتهم مع هاد الاضواء. مع يعني الناس كتخرج و لا بليبار كيخرجوا يتعشاو برا، يخرجوا كاملين بهم العائلات. عندهم هذا الشيء يعني هاد الطقوس، عندهم عيد كبير تاع نوال تاع راس السنه، ممكن يشوا الهدايا كيشوا هذه الشوكولا معروفه بهم هنا بروكسل. هاد الجهه معروفه مجمعين هنا بزاف محلات تاع الشوكولا تاع الكوف تاع الفخيت كما قلت لكم، وهذوك لي بتي سامبول اللي كيتباعو باش يرهم الناس كتاخدهم توريست كيدوزو كياخدو هكدا لي بتي سامبول تاع بروكسل. كيف كيبان لكم هنا الكوفخ كاين اشكال وكاين تاع يعني كيديرو فيهم الكراميل، كاين فيهم الفخوي لي كريم لي سكر، يعني كاين بزاف الانواع تاع الكوفر.
كيبوا لي فخيت هنا كما كيبان لكم، هذا فخيش يعني تاع البوم دو تير تاع البطاطا، وكيكون اقبال عليهم كبير كيكون هكا المناسبات ولا في الويكاند. هاد البلاصه جهه الجهه معروفه في بروكسل، كيجيو بزاف كما قلت لكم التوريست، هنا كاين بزاف جات في وسط المدينه وكاين بزاف لي زوتيل تما، والتوريست كيدوزو كياخذوا الشوكولا. وهاد الشوكولا راه من صنع محلي يعني تاع بلجيكا، معروفه بها ومعروفة بالفريت وبالكوف، هادو يعني هادو هما اللي مشهورة بهم بلجيكا، هادو هما الأكلات اللي يعني معروفين في بلجيكا خاصة بروكسل. بروكسل اللي تعتبر قبلة للسياح لأن معروفة بالسياح، ما كيجيو لها بزاف من كل النواحي، صيف ومشتا معروفة هي بروكسل، واخا باردة واخا فيها السياح بزاف. وكيكون اقبال على هذه الاكلات كما قلت لكم، الناس كيدوزو كيشريوهم سخونين مع البرد، يعني كياخذوا هذا الكوفخ ولا الفخيت يعني، وكما قلت لكم الشوكولا ياخذوها باش ياخذوها معهم الدوله ديالهم. هذه واحد المعلمة تاريخية تاع بروكسل، لا فونتان مان كابيس معروفة بها، كيجيو حتى هنايا لحقاش ماشي بعيدة على لا كون بلاس، راه مشيتها كيجيو التوريست هنا يتصوروه، تصورو مع هاد وحدة لا فونتان، تصورو مع هداك الستاتيو تاع واحد الولد صغير بالبرونز كيما كتشوفو، راه المهم هاد معلمة تاريخية ومعروفة في بروكسل. هذه بلايص يعني سامبول تاع بروكسل، بحال طوميون دي بتي سامبول هكا، بحال بورتكلي ولا لي تي شيرت ولا لي شورت ولا لي كاسكيت ولا، المهم يعني مكتوب في بروكسل كياخذوهم السياح باش سوفونير. كما كتشوفوا هنا راه كان الناس بزاف، غير انا ما كنت نحاول نجنب ما نقولش الناس يعني كان بعد عليهم، ولكن واخا هكا كنت شي وحيد. وقبل هذا النهار كان كما قلت لكم راس السنه، الناس بزاف اللي خرجوا وكيشيو، كيكونوا مشتريات بهاد الجهه يعني، واخا تكون الاثمنه شويه غاليه ولكن الناس كتاخذ التوريست كياخذوا. ودرت لكم هاد الجولة باش تعرفوا مزيان على بروكسل، واللي عموما جا لبروكسل يعرف بعض الأماكن اللي يقدر يجي يزورها، اللي بغا يجي لها ولا شي حاجة هكذا، واللي ما قدرش يجي بعدا يشوف بعينو يعني بروكسل البلايص الزينين تاع بروكسل، انها هي كبيرة بروكسل ما شاء الله، وفيها بزاف المعالم التاريخية. وكل مره ان شاء الله غادي كندوز على شي معلمه تاريخيه غادي نصورها لكم ونوريها لكم. هادو كيتخدموا على ما هادو بحال شي حاجه دي سامبول، حتى هادو زوينين يعني كيخدموهم باليدين وصناعيه محلي واليونيدات معروفه بها بروكسل، كاينوه كاين بزاف لي مارك تاع الشوكولا اللي معروفه بهم، كاين مصانع تاع الشوكولا في بروكسل، كتنشي عند الشوكولا كما كتشوف الانوار والاضواء تاع بروكسل. هيا هنا هادو اليوم بعدا دي كادو دي فهم دي بروموسيون باش اللي يدوز ياخذهم، هنا كيكون عليهم اقبال كبير هاد المكازات. وجولة ممتعة ان شاء الله، ونتمنى هذا واحد ستاتيو عندهم معروف بالبرونز، يوم قال لي ستاتيو تاع بروكسل بالبرونز، كيجيو يتبركو فيه ويلمسوه بيديهم ويتمنوا شي أمنية. مهم هذا الشيء عندهم الطقوس ديالهم، احنا عندنا بدعة يعني. وانا هادي لاكون بلاس كما تشوفو، هادي لا ميزون دو فيكتور هوغو الكاتب الفرنسي، هانت هادي دارو يكتب قصة البؤساء الميزيرابل.
هذه هي دارو، بقات هكذا خلوها يعني فيها حوايج وخامات راه باقي فيها حوايج مكتوب ديالو حوايج اتحاد الحي سميتو ميل بوكسل، وكاين القصر الملكي الملك، وكاين هادو هنايا ديك البنايات كاملين مجموعة في هاد الساحة، هاد الساحة كلها معروفة كاين معلمة تاريخية، والناس كتجيلها كيدوز كيمشيو كيزوروها، مكناش نحاول نصوركم الأطوار الأجواء كانت قلت السنة، ونتمنى تعجبكم وجولة ممتعة، وتحياتي للجميع وشكرا على تشجيعكم، سبعة سعيدة مليئة بالأفراح إن شاء الله، ومسرات وباش تمنيتوا.